دير فيك دير ساك ها دير لتر ماشي بزاف على الاخر نقص شويه الماء لا شحال درتو هنا شحال درتو لا لا ما درتش دير لتر دير لتر نقص لا باش ما نرموش هنا من نديرش حقه فيه الدواء لا لا ما تقصش نقص له غير شويه ما تقصش بزاف هذه محتينا لا لا ما تقلبش ما الدواء دواء بينير واحد دراهم دي بينير ربع جاب البوتور اللي شي يديروا شي ديقه ولا شي يديروا ديقه ثاني اكثر من الناس صح صح ماناش عارفين واش غادي صافي بالراسي اش هنا يضم زهراء من العشرينات قافينا زيد زيد بريفيتي فورماتاس حاجه غير هذا احسن هذا احسن ما دي جاو خادمين شو بلاك بنا بنا اننا شبنا هنا كاين طروه هنايا بالنسبه لبزاف ديال البروجيات اللي جاي ديال لي كون 25 ملتر في ولا مثلا 1 لتر في هكتار ولازم تخلطوا بالماء كي دير هنا دير شي 1000 لتر ولا دير 1000 يعني شحال وحده راه هي واه ان شاء الله احمد دوله نخدموا فيها راه تاع كيسمو تاع تاع التسميده يقول لك فينيتي ازوت كاروتينيتي واحد تاع الوحدات كاش مش كتخص اي حاجه تكلمني ها ان شاء الله النمره تاعي اي حاجه في هذا الموضوع ما كاش مشكل احنا اللي خدمتنا واه يعني ما عنده يفتح من زين 46 46 اي حدا هنا يروح كاش مشكل زيد عبر هذا الشيء هذا الشيء هذا ممكن يكون عرفوش انا ما عرفوش انا ما عرفوش ماشي سعيد تلقايني خويا. ومن 2000 ولا خويا؟ 2000 خاص دولة والله لا. ايه. دولة 1000. Thank you.
تنظيف تجيب مثلا صندوق صغير تعملو ها دير الاخر جيب جبنا لك اصبر اعطيني الفاتحه اعطيني الفاتحه اسمح لي عندك كاينين تنظيف ولا تنظيف لا اصبر شوف هذيك تاع التنظيف هو يقول التنظيف اه ما طومش شوف التنظيف اروح ممكن اه نحدها بعد القشره ولا مازال هذه راه يبسط يعني ممكن يكون خضرتنا هذه راهي لا لقيناها تاع عام الاول هذه لقيناها تحت هذه الطريقه نتاع القشره كيفاش يا قلت لكم يا بس الطريقه كي نحي الثمار نحيها من الشجره تكون بها بالحم تاعها نديرها مع نديرها في الاول اذا كان عندي الصود الكاوي نقصها شويه ساعات ونحيها باش يترش يترش ومن بعد نجيب واسمو هذا الغربال الغربال الصغير تاع ماوش نديرها في الاخر ونديرها شويه رمل مع الرمل ونديرها في الماء وكامله يتنحى بعد نفرغها على الغربال ونصفيها بالماء باش هذاك الكل تاعها تقعد غير في الدراسه برك هذا منفحه ولا مازال والو هذه لا نزرع هذه يبزه هذه راه يدير لك عمليه التنظيف لا فكره مش فكره برك مال هكذا نغطيها مليح طبقاتي نسقيها ونخفيها حتى ممكن تكون الجو ما تقدرش تكسرها تروح لك تروح كاين يديرها باش يحفظ شينا مثلا باش شينا اذا كان ما يديرهاش في الجدار ولا كان يدير هذه العمليه باش يحفظها بوضوء لا الحبه كاع الحبه يقول لك تفرم لا صافيه ومن بعد بدا ياكل يقول لك ما ياكل يمشي يهز ديرها في الماء شنو مالك كونسيرفاسيون ما تعمرهاش مليح ما تعمرهاش مليح باش نزرعو نزيدو لها زيد واسف لك واحد هذوك راهم ملاح كيفاش العمليه الكبارين هذوك اقبل بالقبل معليش زرعوهم شكرا وين راهم الكبارين عمرو لي ساشي هذو باش ناكلو
هي برجع لنا حتى والله خلاص هذه عملية تبريد الماء الخالد الشيخ نقص عملية نقص مازال عملية أخرى ممكن نقلعوه نقوم بلس باش يكون هنا طول راه فور راه تكون فور تحرك الحرقة كملت الحراره اللي كنت باغي نديرو الكيميائيه.
ياسر وهكذا راه مخلط فين في الاخر كي ديروا في الساشي دونك البذره خاطر البذره قلنا راه صغيره ربعين هي خاصه دونك حتى الوسط المهد كمان المهد البذور نسيتها ساعات المعاشة واش تحدو الفرق بين قبل التيرو قبل ما نديرو حدا ودرو في الطريقة هذي واش هما الفروقات اللون اللون قوام قوام تاعها جيزيفيكسي كيما نعم فوالا ثاني الحاجة المهمة جيزيفيكسي ما ديزافيكتي غير مكلف بيان سور غير مكلف بارابور للدوار الطريقه التقليديه بسيطه تكليف مكلف لا حطب مكلف لا الاخر الوقت الجهد الجهد ما تقدرش تقول ماشي مكلف 100% ما كاش حاجه لازم شويه حطب لا شي نورمال ولكن ما الحطب هذاك بالك تلقاه لا شي نورمال طريقه طريقه مخيله فوالا هذه بيو هذه مو طبيعيه بيو ما تخافش الزميل تاعكم ثاني الزميل تاعكم قال حاجه مهمه ثاني طريقه طبيعيه بيولوجيه ما استعملناش الدواء ما دريناش روحنا وما دريناش الطبيعه هذا هو من بعد النبات هذا هو الاهم طريقه طبيعيه كيما هكا تما راك اسيو واش راك دير اكزاكتومون تخدم بيدك تخدم بيدك تاكد باللي قال البارد بغدوك تبيع ولا سين ثاني غادي تيق شي واحد يعدل حاجه طبيعيه واش مرشوشه حاجه كيما هاش خاص كده بديتها من المشتل حتى للشوارع بره بلاصه كيف كنا بلاصه هنا اخلا نصور هذه هي النتيجه على هذا الكلام انت تقول يعني حاجه الخطوات اللي درناها بسيطه اول خطوه درناها هي جبنا الطين والرمل والغبار هذا العضويه خلطناهم ثلث ثلث علاش زدنا في هذه الحاله زدنا شويه الغبار باسكو التين شويه قاصح الانسان عينه هي ميزانه ربما انسان ثاني قادر يكون في بلاصه ما يتحسرش مع الرمل صافي كيما هذا يكون شويه خشين ولا ثاني كثر شويه التين وهذا راه هي ميزانه المهم القوام يكون متوازن هذاك ثلث ثلث شغلت روكار ماهوش زعما لازم 100% هذاك ثلث ثلث باش تريد كانت تفسد راكم خاصها كيما توجدت هذاك معقم كي وجدوا معقد شحال المده يبقى معقد ولا فيه مده يولي يبقى احنا دروك على بالك نديروه في الاخر كي تزرعوا تتبدا به راه معقم تديه تزرعوا بالك تجي حاجه راه بالك تجي دونك انت تجي الدور تاعك من بعد الوقايه المتابعه كي تزرعوا ونديروا البذره تجي الدور الموالي واش هو المتابعه والوقايه دير برنامج وقايه من المهم تاسوري على الاقل كي تزرعوا راه تيرو معقم انا بنا عندي بنا كنديروا حنا الدجاج ولا تاع الدجاج
صح تاع البار تاع المعيد كيما هذا الله على تاع كيف كيف اغنام الله على المسلم هذا في الدول ممكن داك من البحر هذاك مشاكل يتعلق كاين واحد هو اللي في الارض هذيك هذيك اللي يغربلوا برشي يكون مسهول الوقت تحليل تطور يطور فيها امور جيب برش تبنى كذا اي حاجه عضويه قديمه ديرها في الماء كاشت لنا اللي درنا في الماء شي خمس ايام باش هذاك نقراو على المرض السمعه درنا هذاك الضرر تراخي في الماء وما تخليناها شويه جيب الميكروسكوب تلقى فين الموت كائنات ايش ندير الطرق الكيميائيه باش هوائيه وكاين هذيك هي المشكله تما صرا تما هو كان في الاول تما انا ممكن قضينا على الميكروبات الهوائيه من بعد كي خرجناه ولات جات هوائيه ولات دونك انتقلوا للطريق الكيميائي ولكن قبل لازم نديروا استراحه الطريقه الكيميائيه نجح بالك الو معايا واحد لحقي دراح الو الو كوبي كوب روح ايا توسن سفادي واش الفرق بين الطريقة الأولى والثانية كيف الفرق كيميائية تقليد كيميائية وهذيك اصطناعية الهدف تاعهم هو نفسه الهدف رأي واحد هو تعقيم الطير باش ما يكونش فيه طفيلية دونك الانسان هذيك طبيعي وهذيك كيميائي دونك ربما فيها سلبيات وايجابيات ممكن ولكن تخدم بكمية وهذا ما شويه علاش ما تخدمش كل نهار تخدم يومي تخدم شي حاجه تخدم كباين كاع ولا خدمت غير هذه يوميا كيك تخدم وتبيع التيرو هذا بون ديرو نيلو باش نعزلوه نعمروه نبداو نديرو التيرو نديرو ديزانفيكسيون ميم طو نخلطو نديرو له الدواء ونرجعو عليه البلاستيك هذا هو بوه جبنا الدواء هذاك سامر الا كان دازومات نديرو دازومات حنا لقينا هذا لقينا ماركاز كاين بزاف صوالح كاين مخدم تاع الفطريات المهم الهدف انه نديرو الدواء باش ندخلو لتر ماشي بزاف على الاخر نقص شويه الماء لا شحال درتو هنا شحال درتو لا لا ما درتش لتر باش ما نرموش هنا من غير الشجره غير الشجره حقه فيه الدواء لا لا ما تقصش نقص الماء غير شويه ما تنقصش بزاف حتى حتى لا لا بيبينيير بعد جمع لا ما تقفش تما الدواء بيبينيير واحد درا بيبينيير بعد جمع دربوتو ليش يديروا شي ديقه ولا شي يديروا ديقه ثاني اكثر من الناس صح صح ماناش عارفين واش غادي يعمل صبر راسي اش هنا يضم زهره من العشرينات قاطينا بس بابا زيد بريفيتي فورماتاسيون Thank you.
هذا احسن هذا احسن ما ديجارو خادمين شو بلاك إننا شبيننا جين واحد هنا كاين طروق هنايا بالنسبه للصف ديال البروجيت اللي جاي ديال لي كون 25 متر في ولا مثلا 1000 متر في هكتار ولازم تخلطوا بالماء كي دير هنا دير في 1000 متر ولا دير 1000 متر على 1000 يعني شحال من وحده راه هي ان شاء الله احمد دوله نخدموا فيها تاع كيسموه تاع التسميده يقول لك فينيتي ازوت كاروتينيتي واحد تاع وحدات كاش واش كتخص اي حاجه تكلمني ان شاء الله النمره تاعي اي حاجه في هذا الموضوع ما كاش مشكل احنا ديال خدمتنا كان لا عنده يفتح من زين ستور بعين ستور بعين تين ستور بعين تين مدس ستور 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 كنت نفس الوقتي من السنتر مرحبا بك مرحبا بك المرة عندك تخص اي حاجة هنا يا روح كاش مشكلة انت من الاخرى عندك بعد سعيد كاين ممكن يكون عرفوش انا ما عرفوش ماشي سعيد سلقايني خويا عمر 2000 ولا خويا 2000 نفس دولة والله لا هيك دولة 1000 Thank you.
تنضيد 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 تجيب مثلا صندوق صغير تعمله ها دير الاخر جيب جبنا لك شكل اصبر هات لي الكفاه هات لي الكفاه تنضيب ولا لا اصبر شوف هذيك تاع التنضيد هو يقول التنضيد ما عطاهمش روح شوف التنضيد روح لا خذها ديرها في واحد الشكره تاع خيشه ممكن نخدها بعد القشره ولا مازال هذه راه يبسط يعني ممكن يكون خضره تنحى هذه راهي لا نكتناها تاع عام الاول هذه نكتناها تحت هذه طريقه نتاع القشره كيفاش يا قلت لكم يا بس الطريقه كي نحي الثمار نحيها من الشجره تكون بها باللحم تاعها نديرها مع نديرها في الاول اذا كان عندي صودا الكاوي نغطسها شويه ساعات ونحيها باش يترشوا يترشوا ومن بعد نجيب واسمو هذا الغربال الغربال الصغير تاع ماوش نديرها في الاخر ونديرها شويه رمل مع الرمل ونديرها في الماء يتنحى وبعد نفرغ على الغربال ونصفيها بالماء باش هذاك الكل تاعها تقعد غير البذره صافي برك هذا منفحه ولا مازال والو هذه لا البذره هذه هي بزاف هذه راه يدلك عمليه التنضيد لا فكره مش فكره برك هكذا ايه نغطيها مليح انت كندير كوش واحد اخر طبقاتي ونصفيها ونصفيها شيخ بيان سور بعد شويه ترى ممكن تكون الجو ما تقدرش تضر تكسر هذا الكاس تخلي تكسر هذا تروح لك تروح اي طرف غير في الجيم كان احنا كان اللي يديرها باش يحفظ شينا مثلا باش شينا هذا كان اللي ما يديرهاش في الجدار ولا كان يدير هذه العمليه باش يحفظها بودو لا يحب هكا راه يقول بايدهم فرم لا صافيه ومن بعد بدا ياكل يقول لك ماما ياكل يمشي يهز كونسيرفاسيون هذا تعمرهاش مليح ما تعمرهاش مليح باش اللي نزرعو نزيدو لها زيد زيد واسف لك واحد هذوك راهم نص نص استاذ كيفاش العمليه شنقارين هذوك شنقارين هذوك لولا